السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به الدرس الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. راح نتعلم اليوم درس من دروس الرياضيات للصف الخامس ابتدائي. الدرس كلش مفيد، تابعونا النهاية. السلام عليكم أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في درس من دروس رياضيات صف الخامس الابتدائي المنهج الجديد. موضوعنا اليوم هو جمع الأعداد ضمن المليارات وطرحها. الدرس الأول الفصل الثاني صفحة 26. فكرة الدرس أجمع أعدادا ضمن المليارات وأطرحها. المفردات جمع أعداد كبيرة، طرح أعداد كبيرة. اتعلمنا سابقا في الصف الرابع جمع الأعداد وطرحها ضمن الملايين، وأيضا نقدر نجمع أعداد كبيرة وطرحها ضمن المليارات نفس الطريقة. من أريد أجمع رقمين، أول شيء لازم أرتب الأرقام مالتي. أنا عندي الوحدات تتكون من آحاد، عشرات، مئات. الألوف أيضا تتكون من آحاد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف. الملايين نفس الحالة، آحاد الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين. من أريد أجمع رقمين لازم أخلي مرتبة جوا مرتبة، آحاد جوا آحاد، عشرات جوا عشرات، مئات جوا مئات، آحاد الألوف جوا آحاد الألوف، وهكذا بالنسبة لباقي الرقم. بالنسبة لعملية الجمع أقدر أبدل بين الرقمين، الرقم الأول أخليه الثاني والرقم الثاني أخليه الأول، ماكو إشكال، وأبدي أجمع. أما بالنسبة لعملية الطرح نفس الآلية، لازم أقسم الوحدات وألوف وملايين والمليارات. المليارات أيضا تتكون من آحاد المليار، عشرات المليار، مئات المليار. من أريد أطرح لازم أخلي مرتبة جوا مرتبة، آحاد جوا آحاد، عشرات جوا عشرات، مئات جوا مئات، وهكذا باقي الأرقام. بعملية الطرح ما يصير أني أبدل بين الرقمين، الرقم الأول ناقص الرقم الثاني، ما يصير نبدل، لأن بعملية الطرح العدد الأكبر هو يمثل العدد الأول. أما بعملية الجمع فالناتج هو يمثل العدد الأكبر، واضح؟ بعد ما فهمنا آلية جمع وطرح الأعداد ضمن المليارات، أنتقل وياكم إلى حل فقرة أتأكد صفحة 27. أولاً اجمع، هنا مطيني جدول القيمة المكانية وحاط لك كل رقم بمرتبته. نقرأ الرقم، تبدي القراءة مالتي من أعلى مرتبة، مرتبة المليارات، 35 مليار. المليار قدامه 6 مراتب، 35 مليار و45 مليون و807,362 زائد 48 مليار و95 مليون و753,800. المطلوب من عندنا نجرى عملية الجمع هالشكل. قسمت كل ثلاث أرقام سوية حتى يسهل بعملية الجمع. عملية الجمع تبدأ من اليمين إلى اليسار، من أقل مرتبة إلى أعلى مرتبة. 2 + 1 = 3، 6 + 0 = 6، 3 + 8 = 11، 1 = 1 باليد، 1 + 7 = 8، 8 + 3 = 11، 1 = 1 باليد الصفر، 1 + 0 = 1، 1 + 5 = 6، 8 + 7 = 15، 5 + 1 باليد، 1 + 5 = 6، 6 + 5 = 11، 1 + 1 باليد، 1 + 4 = 5،
5 زائد 9 14، 4 1 باليد، 1 زائد 0 1، 1 زائد 0 1، 5 زائد 8 13، 3 1 باليد، 1 زائد 3 4، 4 زائد 4 8، الناتج 83 مليار و141 مليون و561 ألف و163. النقطة اللي بعدها، ثانيا اطرح مطين رقم 85 مليار و254 مليون و495 ألف و622 ناقص 67 مليار و109 مليون و608 ألف و308. بعملية الطرح نفس الطريقة، عزلت كل 3 أرقام سوية. عملية الطرح تبدأ من أقل مرتبة إلى أعلى مرتبة. ما يصير تبدل بين الرقم الأول والرقم الثاني، لأن الرقم الأول هو يمثل العدد الأكبر والرقم الثاني هو يمثل العدد الأصغر، ما يصير نبدل بيناتهم. 2 ناقص 8 ما يصير، نتداين من هاي الثنين 1 أخليه بصف الثنين صار 12، وهاي الثنين صارت 1. 12 ناقص 8 4، 1 ناقص 0 1، 6 ناقص 3 3، 5 ناقص 8 ما يصير، نتداين من هاي 9 1 أخليه بصف 5 صار 15، والتسعة صارت 8. 15 ناقص 8 7، 8 ناقص 0 8، 4 ناقص 6 ما يصير، نتداين من الأربعة 1 أخليه بصف هاي الأربعة يصير 14، وهاي الأربعة تصير 3. 14 ناقص 6 8، 3 ناقص 9 ما يصير، نتداين من هاي الخمسة 1 أخليه بصف الثلاثة، والخمسة تصير 4. 13 ناقص 9 4، 4 ناقص 0 4، 2 ناقص 1 1، 5 ناقص 7 ما يصير، نتداين من هاي الثمانية 1 أخليه بصف الخمسة صار 15، والثمانية تصير 7. 15 ناقص 7 8، 7 ناقص 6 1، الناتج 18 مليار و144 مليون و887 ألف و314. الفقرة اللي بعدها، أجد ناتج 3 28 مليون و543 ألف و702 زائد 34 مليون و760 ألف و851. 2 زائد 1 3، 0 زائد 5 5، 7 زائد 8 15، 5 1 باليد، 1 زائد 3 4، 4 زائد 0 4، 4 زائد 6 10، 0 1 باليد، 1 زائد 5 6، 6 زائد 7 13، 3 1 باليد، 1 زائد 8 9، 9 زائد 4 13، 3 1 باليد، 1 زائد 2 3، 3 زائد 3 6، الناتج 63 مليون و304 ألف و553. 4 285 مليون و746 ألف زائد
430 مليون و76 ألف وخمسمية وثلاثة وثلاثين. صفر زائد ثلاثة ثلاثة، صفر زائد ثلاثة ثلاثة، صفر زائد خمسة خمسة، ستة زائد ستة 12. 2 واحد باليد، واحد زائد أربعة خمسة، خمسة زائد سبعة 12. 2 واحد باليد، واحد زائد سبعة 8. 8 زائد صفر 8. 5 زائد صفر 5. 8 زائد 3 11. 1 و 1 باليد، 1 زائد 2 3. 3 زائد 4 7. الناتج 715 مليون و 822 ألف و 533. 5 5 مليارات 938 مليون و80 ألف وسبعمية وتسعة عشر زائد مليار و224 مليون و798 ألف و301. 9 زائد 1 10. 0 و1 باليد، 1 زائد 1 2 زائد 0 2. 7 زائد 3 10. 0 و1 باليد، 1 زائد 0 1. 1 زائد 8 9. 8 زائد 9 17. 1 باليد، 1 زائد 0 1. 1 زائد 7 8. 8 زائد 4 12. 2 و1 باليد، 1 زائد 3 4. 4 زائد 2 6. 9 زائد 2 11. 1 و1 باليد، 1 زائد 5 6. 6 زائد 1 7. الناتج 7 مليارات و 162 مليون و 879 ألف وعشرين. النقطة اللي بعدها 6 61 مليون و 411 ألف و 243 ناقص مليونين و 855 ألف و 700. 3 ناقص 0 3. 4 ناقص 0 4. 2 ناقص 7 ما يصير، نتداين من هاي الواحد، واحد أخليه بصف هاي 2 والواحد صار 0. 12 ناقص 7 5. 0 ناقص 5 ما يصير، نتداين من هاي الواحد، واحد أخليه يم هاي الصفر والواحد صار 0. 10 ناقص 5 5. 0 ناقص 5 ما يصير، نتداين من هاي الأربعة واحد أخليه يم الصفر والأربعة صير 3. 10 ناقص 5 5. 3 ناقص 8 ما يصير، نتداين من هذا الواحد أخليه صف 3 صار 13 والواحد صار 0. 13 ناقص 8 5. 0 ناقص 2 ما يصير، نتداين من هاي 6 واحد أخليه بصف الصفر والستة تصير 5. 10 ناقص 2 8. هاي الخمسة ما عندي مرتبة قبالها، ينزل مباشرة 5. الناتج 58 مليون 555 ألف 543. 7 748 مليون و 323 ألف 616 ناقص 139 مليون و 390 ألف 177. 6 ناقص 7 ما يصير، نتداين من هذا الواحد، واحد أخليه بصف الستة صار 16 والواحد صفر.
16 ناقص 7 9 0 ناقص 7 ما يصير، نتداين من هاي الستة واحد أخليه يمل صفر، والستة تصير 5 10 ناقص 7 3 5 ناقص 1 4 3 ناقص 0 3 2 ناقص 9 ما يصير، الداين من هاي الثلاثة واحد أخليها يم الثنين صار 12، والثلاثة صار 2 12 ناقص 9 3 2 ناقص 3 ما يصير، الداين من هاي الثمانية واحد أخليه صف الثنين صار 12، والثمانية صار 7 12 ناقص 3 9 7 ناقص 9 ما يصير، نتداين من هاي الأربعة واحد أخليه يم السبعة، والأربعة تصير 3 17 ناقص 9 8 3 ناقص 3 0 7 ناقص 1 6، الناتج 608 مليون 933 ألف 439. 8 6 مليارات و 214 مليون و 185 ألف 582 ناقص 439 مليون و 9 ألف و 192. أيضا نقسمها مراتب هالشكل، 2 ناقص 2 0، 8 ناقص 9 ما يصير، نتداين من الخمسة واحد أخليه بصف الثمانية صار 18، والخمسة تصير 4 18 ناقص 9 9 4 ناقص 1 3 5 ناقص 9 ما يصير، نتداين من هاي الثمانية واحد أخليه بصف الخمسة صار 15، والثمانية صارت 7 15 ناقص 9 6 7 ناقص 0 7 1 ناقص 0 1 4 ناقص 9 ما يصير، نتداين من هذا الواحد واحد أخليه يم الأربعة صار 14، والواحد صار 0 14 ناقص 9 5 0 ناقص 4 ما يصير، نتداين من هاي الثنين واحد أخليه يم الصفر صار 10، والثنين صار 1 10 ناقص 4 6 1 ناقص 4 ما يصير، نتداين من هاي 6 1 أخليه يم الواحد صار 11، والستة صارت 5 11 ناقص 4 7، والخمسة تنزل لأن ما عندي مرتبة أحد المليارات، الناتج 5 مليارات و 765 مليون و 176 ألف و 390. الفقرة اللي بعدها 9، إذا علمت أن عدد سكان قارة أمريكا الشمالية 528 مليون و 720 ألف و 588 نسمة، وعدد سكان قارة أمريكا الجنوبية هو 382 مليون نسمة في سنة 2014، فما عدد سكان القارتين معا وما الفرق بينهما؟ أول شيء المطلوب من عدي لازم أفهم المسألة وشنو المطلوب من عدي. مطين معلومات، قارة أمريكا الشمالية 528 مليون و 720 ألف و 588 نسمة، وقارة أمريكا الجنوبية 382 مليون نسمة. زين، المطلوب شنو؟ عدد سكان القارتين معا. كلمة معا تدل على أن العملية الحسابية جمع بالنسبة للمطلب الأول. المطلب الثاني، وما الفرق بينهما؟ كلمة فرق المطلوب من عندك العملية الحسابية الطرح، فأول شيء راح نجمع بعدين
نطرح 8 زائد 0 8 8 زائد 0 8 5 زائد 0 5 0 زائد 0 0 2 زائد 0 2 7 زائد 0 7 8 زائد 2 10 0 1 باليد 1 زائد 2 3 3 زائد 8 11 1 1 باليد 1 زائد 5 6 6 زائد 3 9 الناتج 910,720,588 نسمة. عدد سكان القارتين معا. بالنسبة للمطلب الثاني، وما الفرق بينهما؟ بالنسبة لعملية الطرح، لازم تخلي العدد الأكبر هو الأول والأصغر هو الثاني. بالنسبة للجمع ماكو إشكال، نتبدل بيناتهم ماكو مشكلة، بس بالطرح لازم تعرف الرقم الأكبر تخليه أول واحد والرقم الأصغر جواه. هنا عندنا 528 مليون، هنا عندنا 382 مليون، إذا هذا الرقم هو الأكبر. 8 ناقص 0 8 8 ناقص 0 8 5 ناقص 0 5 0 ناقص 0 0 2 ناقص 0 2 7 ناقص 0 7 8 ناقص 2 6 2 ناقص 8 ما يصير نتدلل من هاي الخمسة واحد أخليه بصف 2 صار 12 والخمسة تصير 4 12 ناقص 8 4 4 ناقص 3 1 الناتج 146,720,588 نسمة. الفرق بين القارتين. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد. مع السلامة. صلي على النبي وتبسم.